مبادرة تضامنية قام بها مجموعة من أعضاء المجلس العلمي وكذا مجلس سبل الخيرات لولاية وهران، نظير الجهود التي تقوم بها الأطقم الطبية وشبه الطبية في مجابهة هذا الوباء منذ بدايته. قاموا بنا كما قالت الشريعة، الله يعطيهم الخير والله يفرحهم، ما خصنا والو معاهم، والله ملي دخلنا حاجة ما خصناش. ارتفاع كبير في عدد المصابين بكوفيد 19، والحالات هي في الحقيقة خطيرة جدا، وكل المرضى يعانون من نقص في الأكسجين في التنفس، وهذا راجع لمواصلة الفيروس، تغيرات لميوتاسيون دو فيروس. نتمنى من المواطنين الجزائريين بقاء في منزلهم والتزام المسافة بين الشخص والشخص، كما احنا واقفين بواجبنا ومحامين ودارم ديارنا وحامين، لازم انتم ثاني تعاونونا وتبقوا في منازلكم ان شاء الله. واقع يجعل الأطباء والممرضين والمسعفين في صفوف المواجهة الأمامية يناضلون في سبيل شفاء المصابين. رانا في موجة ثانية ورانا نشوفوا بلي جات بلو فيرولونت كل موجة الأولى، نسبة وفيات تاعها راهي أكثر، وراهي لو فيروس دوفيان بلو أغريسيف، راه بلو أغريسيف، ولا ترونج داج راه عندنا من 40 طون حتى ل 80 سنه، ماش كاين غير لي سوجي اجي، ميم لي سوجي جان راهم توشي بهذا الفيروس. الهدف هو دائما تشجيع الطاقم الطبي والمشرف على هذا المصلحه، مصلحه كوفيد في مستشفيات ولايه وهران، واعطاهم دفعه قويه من اجل انهم في الصفوف الاولى وانهم من المجاهدين الذين يؤدون واجبهم في بكل قوة بكل بسالة. ويبقى أكبر تكريم للجيش الأبيض التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، فتحية تقدير وعرفان لكوادر الأطقم الطبية.